القوة المغناطيسية التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سلك يمر به تيار. نفترض مرور التيار في سلك كما بالرسم. تلاحظ أن حركة السلك مثلا ناحية اليسار، طيب إذن اتجاه القوة يتوقف على اتجاه التيار واتجاه المجال، بدليل عند تغيير قطبي المغناطيس لاحظ اتجاه الحركة ناحية اليمين، وذلك باستخدام قاعدة اليد اليسرى لفليمنج التي تنص على نضع الإبهام والسبابة والأصابع متعمدين، فإذا كانت الوسطى تشير اتجاه التيار والسبابة تشير اتجاه المجال فإن الإبهام يشير إلى اتجاه القوى المغناطيسية. نجعل السبابة في اتجاه المجال من الشمال للجنوب، والوسطى اتجاه التيار، الوسطى أو الصابع الأوسط في اتجاه التيار، في اتجاه التيار بهذا الشكل، فإن السبابة اتجاه المجال، الوسطى اتجاه، فإن الإبهام شو اتجاه القوة، فتكون اتجاه القوة لأعلى. يبقى السبابة في اتجاه المجال، الوسطى اتجاه التيار، فإن الإبهام يشير إلى اتجاه القوة. القوة التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سلك يمر به تيار. طبعا لو فرضنا ان ده مجال مغناطيسي يخترق الورقة للداخل، مجال مغناطيسي يخترق الورقة للداخل بهذا الشكل، وجبنا سلك يمر به تيار، سلك يمر به تيار، احنا اتفقنا اي سلك يمر في تيار ينشأ عنه مجال مغناطيسي زي ما تجربة أورستيد اللي كانت في بداية الفصل. لما نيجي نطبق المجال، نطبق اتجاه المجال حسب قاعدة اليد اليمنى الامبير، نقبض على السلك فإن الأصابع تشير اتجاه المجال، يعني معنى ذلك لما نيجي نطبق القاعدة يبقى الإكس دهيت تخترق المجال، تخترق الورقة للداخل، وهنا تخترقها لإيه؟ للخارج. يبقى المجال اللون الأحمر من السلك الذي يمر به تيار، فأصبح عندنا مجالين، مجال الأصلي اللي هو المجال المغناطيسي اللي هو بي، والمجال الناشئ عن السلك اللي هو هنسميه بي بتساوي ميو في اي على 2 باي دي. اتفقنا ان محصلة المجال بينهما جمع، يبقى هنا تزداد كثافة المجال جدا، تزداد كثافة المجال. ليه تزداد؟ لان المحصلة جمع هنا، بينما الجهة دي الجهة التانية تقل المجال، يقل المجال لان المحصلة هنا بيكون الفرق بينهم، وبالتالي ينشأ قوة تعمل على تحريك السلك في هذا الاتجاه. هذه القوة تعتمد على كثافة الفيض اللي هي البي، كثافة الفيض الذي يوضع فيه السلك، تعتمد على شدة التيار اللي هيمر في السلك، تعتمد على طول السلك بل. طبعا اذا كان عمودي هتبقى ساين 90 بايه؟ بواحد، ولكن في حاله وجود زاويه هنقول ايه؟ ضرب ساين سيتا، ضرب ساين سيتا، حيث سيتا هي الزاويه، سيتا هي الزاويه بين خطوط المجال واتجاه التيار، خطوط المجال
اللي هو باللون الأسود ده، واتجاه المجال الناشئ عن واتجاه التيار، هي الزاوية بين خطوط المجال واتجاه التيار. هنا في الحالة دي عمودي، ممكن تساوي جهة سمع. هنا سؤال، متى تكون القوة أكبر ما يمكن ومتى تنعدم؟ ممكن لك وضع سلك في مجال مغناطيسي ولا يتحرك، يبقى معناها متى القوة تساوي صفر. لو طبقنا هنا في الحالة دي، يا سلك يمر بتيار وفي مجال، يبقى المشكلة عندنا في مين؟ في الزاوية. يبقى إذا كان السلك موازي لخطوط المجال، معنى موازيا لخطوط المجال يعني الزاوية صفر، أي أن سيتا هتساوي صفر، وساين صفر بصفر، إذن إف كلها هتبقى بصفر. متى تكون أكبر ما يمكن؟ إذا كان زي في الوضع اللي قلناه، إذا كان اتجاه التيار عمودي أو اتجاه المجال عمودي على اتجاه التيار، واتفقنا ان بتكون قوة اكبر ما يمكن. من القانون نقدر نطلع ما العوامل التي تقفز القوة، يبقى F بتساوي بل ساين سيتا. يبقى لما اقول ما هي العوامل التي يتوقف عليها القوة المغناطيسية، على طول نقدر نقول من القانون العوامل توقف عليها القوة المغناطيسية: واحد، كثافة الفيض ودي طردي، اتنين، شدة التيار وطرد ايضا، تلاتة، طول السلك وطرد، وأيضا الزاوية التي يصنعها المجال مع السلك أو مع التيار. أيضا يبقى في فرق بين ما العوامل التي يتوقف عليها القوة، وفرق بين العوامل التي يتوقف عليها اتجاه القوة. العوامل التي يتوقف عليها اتجاه القوة طبعا حسب قاعدة فليمنج اليمنى، رقم واحد اتجاه التيار، اتجاه المجال. لأن القوة تعتمد على اتجاه التيار واتجاه المجال. أيضا ممكن من الرسم البياني من القانون يجي رسم البياني بهذا الشكل، بالشكل كده، وهنا القوة محور رأسي وكثافة الفيض محور أفقي، ونلاحظ إن العلاقة بينهم علاقة طردية، تاخد خط ايه مستقيم سواء جت بجدول او كده. اذا نقدر نقول الميل زي ما اتفقنا اللي هو فرق الصادات، خدنا كده فرق الصادات اللي هو اف على فرق السينات اللي هو بي، يبقى لو عدينا البيج هادي هتبقى لنا مين؟ شلنا دي وشلنا ديت، يبقى لنا السلوب يساوي الاي في ال في ساين سيتا الزاويه. نقدر نجيب الميل اما عن طريق فرق الصادات على فرق السينات او تان الزاويه بهذا الشكل، تيجي في شكل جدول ونقدر نرسم الرسم البياني، او تيجي عن طريق ازاي نجيب الميل بالشكل ده. الملاحظات في الحل المساله، بعض الملاحظات لما نيجي نقول اف بتساوي بل، بنكتب المعطيات اللي قبل هذا الشكل ساين سيتا. اول ما اسمع كلمه عمودي يبقى معناها ان الزاويه
90 أسين 90 بواحد. الآي شد التيار بيجي بأي طريقة زي ما قلنا في الفصل الأول، عن طريق جاب قوة دفع مقاومة داخلية في باتري آر زي آر سمول، ما جابش آر جابها بطريقة مقاومة نوعية آر بتساوي رو إي إل على إيه وهكذا. البي دي هي كثافة إيه الفيض. بناخد مثال مباشر جه في الكتاب المدرسي، سلك طوله، الطول معناها ال، يبقى ال جاهزة، ال بعشرة سنتي، لازم نحولها المتر، نضرب في كام؟ في عشرة سالب اتنين، أو نقسم على مية عشان يطلع نتيجة المتر. يمر به تيار شدته، يبقى الأي موجودة، الأي موجودة بتساوي خمسة أمبير. طيب في مجال كثافته، في مجال كثافته، الكثافة اللي قلنا عليها رمزها ايه؟ بي، بي بتساوي واحد تسلا، خلاص بل. طبعا من المعتاد في بعض الرموز كده ممكن تتذكرها، بل اللي هو القانون اللي هو اف، اف بتساوي بل. في كل مرة هتختلف الزاوية، الزاوية صفر. ممكن يسألوا لك ايه عندما تكون السلك موازي، معناها الزاوية صفر. عندما ينعدم المجال يبقى برضه الزاوية صفر. في الحالة ديت في ساين صفر، هنعوض هيطلع الناتج كله صفر. ليه كله صفر؟ لأن البي موجود والاي موجودة والال موجودة، بس كله ضرب مين؟ صفر. طيب المطلوب التاني، لما تكون الزاوية 45 يبقى اف بتساوي، اف بتساوي بل ساين 45، ونعوض عن البي، البي بواحد، شدة التيار خمسة، الاي بعشرة في عشرة أس سالب اتنين في ساين 45، ونطلع الناتج بالآلة الحاسبة بالشكل ده، وهذا قياسة طبعا ايه نيوتن. مطلوب التالت، عندما تكون الزاوية كام؟ 90. ممكن يقول لك عندما تكون القوة أكبر ما يمكن، أو السلك عمودي كلها مترادفات. يبقى لو قال السلك عمودي على خط المجال أو أكبر قوة ممكنة للحصول على أكبر قوة، كلها نفس الفكرة، يبقى نقول الإف بتساوي بل ساين 90. تعوض البي موجودة والأي موجودة والساين 90 بواحد، يطلع الناتج هنا بالنيوتن. دي امثله مباشره ما فيش فيها مشاكل زي اللي جه في الكتاب المدرسي. تعال نشوف مثال. طبعا اللي لو قلنا هنا ايه، اذا كانت شده التيار المره في سلك، يبقى دي رمز الاي، شده التيار اي واحد، وكثافه الفيض يبقى ده البي، اوجد القوه على الاسلاك اي بي وهكذا. ناخد اف بقى، اف برضه بيساوي بل، الاي موجوده والبي والال كل موجود. يعني مثلا لو جينا على السلك، مثلا على السلك اي بي، على السلك اي بي هيساوي صفر. ليه؟ لان موازي، يبقى هنا القوه بتساوي صفر لان السلك اتجاه تيار موازي. هنا تبقى اكبر ما يمكن في السلك، مثلا بي سي اكبر ما يمكن، يبقى البي سي هتبقى دي اكبر ما يمكن، لان هنضرب في ساين، ساين 90، لان السلك موازي في المجال. طب تعالى على دي، كله نفس الفكره، بس بدل الساين هنحط ساين 30. وهدول ال 30 جت منين؟ اقول لك جت منين، ما الزاويه ما بين السلك والعمودي 60، يبقى بين بين التيار وبين المجال، ما هو المجال افقي واتجاه التيار كده، يبقى دي متممه الى زاويه 30 درجه. يبقى ليه؟ لان بنحسب الزاويه بين اتجاه التيار وخطوط المجال، خطوط المجال افقيه واتجاه التيار يميل على العمودي 60،
إذن يميل على الموازي كام؟ 30. يبقى نفس المسألة بس هنستخدم ايه؟ 30. وهكذا، والطول موجود وكله جاهز. لو جينا نشوف مثال زي ده، طبعا الأجزاء اي بي هتبقى التيار القوة أكبر ما يمكن. نفس الفكرة، ونطبق اف بتساوي بل، كله موجود بس الزاوية تبقى كام؟ 90، ساين 90، لأن الاي بي عمودي. طيب المشكلة عندنا في مين دلوقتي؟ في عندنا مشكلتين. مشكلة عند النقطة بي سي دي، بي سي الطول ده مجهول والزاوية مجهولة. فين الزاوية؟ الزاوية دي، الزاوية دي اللي عبارة عن 90 ناقص السيتا اللي هي المتممة بتاعتي. خلاص اتحلت المشكلة، ونقدر نجيب عن طريق الساين، ساين سيتا، ساين التسعين ناقص السيتا اللي هي الزاوية دي، هي بتساوي المقابل. ما المقابل موجود عندنا كام؟ 2 من 10 على الوتر اللي هو الطول المجهول عندنا اللي هو بي سي. ونقدر نجيب البي سي طولها من هذا العلاقة، ونقدر نحسب نفس التعويض نفس القانون بالشكل ده. سلك اي بي موضوع افقيا في مجال، سلك اي بي موضوع افقيا في مجال، يخترق الورقه ليه؟ للداخل. المجال كثافته 2 من 10 تسلا. طيب اوجد القوه، اوجد قيمه اتجاه التيار اذا مر ينعدم الوزن. عايزين نحسب التيار اللي هيمر لكي ينعدم الوزن. معروف لكي ينعدم الوزن لازم يبقى فيه قوتين متساويتين في المقدار ومتعكستان في الاتجاه. فين القوتين؟ القوة الأولى احنا عارفينها اللي هي وزن السلك الأسفل، يبقى القوة ده هي قوة جذب الأرض للجسم، اللي هي الكتلة، كتلة الجسم في الجاذبية. والقوة الأعلى اللي هي عبارة عن القوة المغناطيسية، تشمل القوة المغناطيسية. قال لك علما بأن، السؤال علما بأن، الكثافة الطولية، الكثافة الطولية للسلك 20 جرام، 20 جرام لكل متر. يعني معناها جاب الكتلة 20 جرام والطول هيبقى 1 متر. دي معنى العبارة ديت. يعني لو افترض ان هذا الجزء غير واضح اول مرة نسمع عنه كلمة الكثافات الطولية، الوحدة هي اللي توضح لنا ان الكتلة على الطول اسمها الكثافة الطولية. الكتلة على الطول، الكتلة 20 جرام والطول متر. خلاص اذا لكي ينعدم الوزن نقدر نقول القوة المغناطيسية لازم تساوي الوزن، اللي هو قوة الجاذبية، اللي هو قوة جذب الارض للجسم. القوة المغناطيسية كلنا عارفينها اللي هي بل، طبعا هيبقى كله معلوم ما عدا مين؟ الاي، بالشكل ده. قوة الجاذبية اللي هي عبارة عن الكتلة في الجاذبية، تعال نعوض، كله معلوم ما عدا مين؟ الاي، يساوي تحت يساوي. احنا قلنا الكتلة كام؟ 20 جرام، لازم نحولها لمتر، نقول 20 × 10^3، لأن الجرام الكيلو فيه 1000 جرام، يبقى الجرام جزء من الألف من الجرام الكتلة. الجاذبية تقريبا نعتبر 10 متر على الثانية تربيع. الطول اللي قلنا عليه وحدة الأطوال اللي هو 1 متر، وكثافة الفيض موجودة، كثافة الفيض الموجودة اللي هي 2
من 10 يبقى نعوض عندي 2 من 10 تسلا، يبقى مين الموجود عندنا اللي هو الار شدة التيار. لو حبينا نجيب الاي في طرف خلاص انتهت المشكلة، يساوي اللي مع المجهول معامل نقسم عليه اللي هو 2 من 10، يبقى نقدر نقول 20 في 10 أس سالب 3 في 10 على 2 من 10، تقريبا هيطلع بالآلة الحاسبة 1 أمبير. 1 أمبير. طيب بقى عندنا قيمة واتجاه التيار. احنا عارفين لو جينا نطبق قاعدة اليد اليمنى هنقول السبابة في اتجاه المجال تكسر الورقة، والقوة الأعلى فيكون اتجاه التيار من بي من A ل B، اتجاه التيار هيكون في هذا الاتجاه. هنجعل السبابة في اتجاه المجال تخترق الورقة الداخل، والوسطى الأصابع تشير اتجاه التيار فتكون اتجاه القوة لأعلى، وبالتالي يجب تكون اتجاه التيار من A ل B عشان تكون اتجاه القوة لأعلى. سلك من الألمنيوم اكس واي، طبعا يكون كلمة ألمنيوم هنا الهدف منها ان لا طبعا ليس له زيادات او نقص في المجال المغناطيسي. سلك من الألمنيوم مساحة مقطعه، يعني جبنا الايه قيمتها موجود اللي هي 1 من 10 سنتيمتر ايه مربع، لازم نحولها لمتر، يبقى نضرب في 10 أس كام؟ سالب 4. السنتيمتر نقسم نضرب في 10 سالب 2، سنتيمتر مربع في 10 سالب 4، سنتيمتر مكعب يبقى 10 سالب 6. المهم وصلها طرفي معلق افقي، هنوصله طرفي بدايرة كهربية كده. الدايرة الكهربية ديت بيكون فيها مثلا بطارية، ويكون شدة التيار المار 10 أمبير. طيب السؤال بيقول ايه؟ عايزين نحسب كثافة الفيض ليبقى معلقا. طبعا عشان يبقى معلقا احنا في السلك الالومنيوم تحت تأثير قوتين، وزنه الاسفل وزنه اللي هو قوة الجاذبية اف جي اللي هو بتساوي ام اف جي، لازم يبقى في قوة تانية اسمها قوة المغناطيسية الاعلى. طب اذا لكي يتزن يبقى مفتاح الحل عندنا، او لكي يتزن ان تكون القوة المغناطيسية اللي هي بل لازم تساوي وزن القضيب الى اسفل اللي هو اف جي قوة الجاذبية. قوة الجاذبية كلنا عارفينها ان هي ام اف جي. طيب قوة المغناطيسية بل بي اي ال، وشيلنا الزاوية لأنها عمودي، يبقى نقدر نقول هنا مين اللي هيبقى موجود عندنا؟ كثافة الفيض. عشان نعين كثافة الفيض يجب ده كله ده معلوم. طب الاي مفيش فيها مشكلة، البي مجهولة بالشكل ده كده، البي مجهولة تبقى زي ما هي، الاي معلومة اللي هي 10 أمبير في 10 أمبير. في عندنا الجاذبية قلنا مثلا قلنا 10 مفيش فيها مشكلة، لكن عندنا مشكلتين، الام مش موجودة والال مش موجودة. انتوا خدتوا في تانية ثانوي ان الكثافة او المثلث المعروف بتاع الكثافة، الكثافة بيساوي كتلة وحدة الحجوم فوليوم، يبقى نقدر نشيل الام دهيت ونحط مكانها، او نشيل الام ونحط مكانها رو للالومنيوم، رو للألمونيوم وقطنا دي كده رو في فوليوم بتاع الألمونيوم ضرب فوليوم الألمونيوم. طيب برضو لسه ما زالت المشكلة موجودة، الكثافة معلومة بألف
ب 2700، كثافة الألمونيوم 2700، والجاذبية 10. المشكلة لسه ما زالت قائمة، العشرة بي زي ما هي 10 بي. ايه المشكلة اللي بقى ايه؟ اللي هي لسه ما زال العشرة بي زي ما هي هيت مجهولة، البي مجهولة، بس لسه ما زال الكلام ده. طب ما احنا عارفين الحجم، حجم القضيب، القضيب ده عبارة عن ايه؟ الحجم بتاعه الفوليوم عبارة عن ايه؟ الفوليوم عبارة عن حاصل ضرب مساحة المقطع في طول الايه؟ حاصل ضرب مساحة المقطع زي حجم الاسطوانة، مساحة القاعدة في الارتفاع. فنقدر نشيل الفوليوم ده ونحط مكانه الايه في ال في ال، يبقى اتفكت المشكلة. ال راحت مع مين؟ مع ال دهيت، والايه موجودة مساحة المقطع 1/10. خلاص اتحلت المشكلة. اذا نقدر نقول 10 بي بتساوي، بقت معادلة ذاتها مجهول واحد، ال2700 بتاع الكثافة والايه قيمتها معلومة 1/10 سنتيمتر مربع، يعني ضربها في 10 أس سالب 4 في الجاذبية اللي هي 10، أصبحت معادلة ذاتها مجهول واحد. نقدر نخلي البي في طرف ونقسم الطرفين على 10. لو قسمنا الطرفين على 10، العشرة ديت راحت مع العشرة دي، والناتج بالآلة الحاسبة هنطلعه، يطلع لنا كثافة الفيض تطلع 27 من 1000 تسلا بالآلة الحاسبة. يبقى فكرة المسألة كلها تبنى على أن لكي يبقى القضيب متزنا أو عديم الوزن لازم في قوتين مستويين في المقدار ومتعاكسين في اتجاه. القوة الأسفل اللي هي قوة الجاذبية الوزن، والقوة الأعلى هي القوة المغناطيسية اللي هي بل. والساين راحت لأنها عمودي في الحالة ديت. ونطبق ونقول إن القوة المغناطيسية هتساوي قوة، القوة المغناطيسية بتساوي قوة المغناطيسية بتساوي قوة الجاذبية. القوة المغناطيسية عارفينها بل، وقوة الوزن قوة الجاذبية كتلة في الجاذبية. طبعا ما عندنا مشكلتين، ان هي ال مش موجوده ولا الفوليوم، بس هنفك الفوليوم بمساحه المقطع في ال عشان تشيل ال مع ال، واصبحت معادله ذات مجهول واحد نقسم على 10 نطلع الناتج بالمطلوب بالشكل ده. القوة المتبادلة بين طيارين، اتفقنا لو كان الطيارين في نفس اتجاه هتبقى القوة تجاذب، ولو كانت القوتين يبقى قوة تجاذب، بس مش عارفين قيمتها كام. اذا كان الطيارين في اتجاهين متعاكسين هتبقى قوة تنافر ومش عارفين القيمة كام. وقلنا السبب فيه قوة التجاذب زي ما طبقنا القاعدة، ان هنا الاكس قاعدة فليمنج، قاعدة أمبيرة اليمنى، هنا إكس وهنا نقطة، هنا إكس وهنا نقطة، إذا المجال بينهما أقل فيحصل تجاذب. طيب القوة بتساوي إيه؟ إحنا خدنا القاعدة بتقول إيه؟ إف بتساوي بل، إف بتساوي بل، بس إمتى إف بتساوي بل؟ بي أي إل. طيب وهنشيل الساين لان هيكون الخطوط المجال عمودية في هذه الحالة ايضا. تنعو هنعتبر سلك الاولاني السلك التاني هيمر فيه طيار اي 2 والاولاني اي 1. طيب احنا مش عايزين نحفظ القانون، عايزين زي القانون كده. هنعتبر ان الاي 1 دهوت هينشأ عنه مجال مغناطيسي بي مثلا، هنسمي دي اي 1 بالشكل ده، ده اي 1 هينشأ عنه مجال مغناطيسي. واحنا اتفقنا اي سلك يمر فيه تيار كهربي ينشأ عنه مجال مغناطيسي، يبقى ينشأ عنه مجال مغناطيسي عبارة عن ايه؟ ميو
ميو في اي على 2 باي دي. الدي في الحاله ديت هي المسافه بعدها عن ده، وهنعتبر السلك التاني ده اي 1 مثلا. هنحط بقيه المعادله زي ما هي، اي 2 اهو، اي 2 زي ما هي، والال زي ما هي ال، هو ده القانون. يبقى انا بقول لك احسب القوه المتبادله بين سلكين بسيطه. يعني بما ان الاف القوه بتساوي كثافه الفيض في شده التيار في طول السلك، هنعتبر ان السلك الاولاني هو اللي هينشا عنه مجال مغناطيسي نشا عن سلك، هو القيمه اللي قيمته ديت، وبقيه القانون زي ما هو، اي 2 زي ما هي اي 2، والال زي ما هي ال، بهذا الشكل ده القانون. طب كم مره سواء تجاذب او تنافر، احنا اتفقنا ان اف بتساوي بال، اف بتساوي بال بي اي ال، بي اي ال. هنعتبر ان ده اي 1 وديت اي 2. اي 2 المره دي ممكن نعتبرها مثلا هي اللي ينشا عنها مجال عند مرور تيار في سلك، ينشا عنه مجال اللي هو قلنا عليه ميو في سلك مستقيم، ميو في الاي اللي هو الاي 2 على 2 باي دي. ده المجال الناشئ عن السلك ده، ويبقى السلك الاولاني زي ما هو اي 1 في ال زي ما هو، ويبقى هو نفس القانون الضرب ابدالي، ما تفرقش اي 1 اي 2 بالوضع ده. يبقى ده القوه المتبادله، القوه المتبادله بين سلكين. يبقى نقدر نقول اذا كانت السلكين في نفس الاتجاه حدث بينهما تجاذب. ليه؟ لان محصله المجال بينهما اقل، بينهما اقل حسب قاعده الامبير اليمنى. وهنعتبر ان ده هي من السلك بي اي 1 التيار الاولاني هينشا عنه مجال، يبقى ده يعمل عمل السلك وده يعمل عمل المغناطيس. يبقى الاي 1 يعمل عمل السلك اللي يمر فيه التيار ده عنه مجال، والاي 2 زي ما هي بهذا الوضع. وبالمثل اذا كانوا في اتجاهين متعاكسين على التنافر، الاجابه زي ما اتفقنا لو قلنا هنا اكس وهنا نقطه، هنا نقطه هنا اكس، يبقى المحصله بينهم اكبر، بينهم اكبر فيحصل التنافر. قيمه التنافر قيمه كقيمه بتساوي ايه؟ بما ان اف بيساوي بل، هنفترض ان ده الاي 2 هو اللي ينشا عنه المجال المغناطيسي اللي هو السلك المستقيم، اما السلك الثاني زي ما هو هو نفس الاستنتاج بالوضع ده. طريقه حل المسائل في الوضع ده، ممكن لو قالك احسب القوه المتبادله سؤال مباشر مفيش مشكله، لو جاب سلكين وقال لك القوه المتبادله تعويض مباشر مفيش اي مشاكل. لكن ممكن لو جاب افكار تانية يقول لك مثلا عندنا السلك سلكان A و B في نفس الاتجاه، مثلا A و B، عايزين القوة اللي بيأثروا على سلك تالت اسمه C بينهما كده، سلك تالت يسمى C. طيب هنفترض التيار ده لأعلى أو لأسفل، هيكون الناتج واحد. تعال نشوف الكلام ده، لو كان لأعلى هيبقى ده يتأثر بمحصلة قوتين، يبقى السلك سي ده هو بيتأثر تحت تأثير محصلة قوتين، قوة مع سلك A وقوة مع سلك B. طيب احنا اتفقنا في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه كان في نفس الاتجاه كانت قوة A في نفس الاتجاه قوة تجاذب، يبقى السلك ده هينجذب هنا بقوة اسمها F بتساوي زي ما اتفقنا ميو في اي A في اي C في L على المسافة بينهم اللي هي دي دي 1 مثلا 2 باي دي 1. وسلك برضو C يتأثر بقوة في هذا الاتجاه لأنه ينجذب في نفس الاتجاه، يبقى تجاذب، يبقى ينجذب في الأول نحو A وبرضو ينجذب نحو B برضه بنفس القوة. F بتساوي ميو في حاصل ضرب التيارين اللي هو اي بي اللي هيمر في مع الاي اللي هيمر في السي في ال على دي 2 اللي هي المسافة 2 باي دي 2 مسافة بينهم. هنا في الحالة ديت المحصلة تساوي التأرجح، وكأن المسألة ثلاث مسائل. نجيب القوة اللي ما بين السلكين دول واتجاهها ناحية اليمين، اتجاهها ناحية اليمين،
ونجيب القوة بين السي والبي واتجاهها ناحية اليسار، وبما ان القوتان متعاكستان يبقى المحصلة بينهما ايه؟ الطرح. طيب سواء اذا كان في الاعلى، طب لو فرضنا مثلا الاسفل ده الاسفل برضه، يبقى هنا تنافر، يبقى اتجاهه في هذا الاتجاه وده تنافر في الاتجاه، برضه متعاكسين ونطرح. طيب هنفترض الطيارين دول متعاكسين، السلك A اللي هيمر في التيار A وده السلك B، وعايزين نشوف القوة التي تؤثر على سلك ثالث اسمه C. سلك ثالث اسمه C، طبعا ما بتعرضه ما تفرقش معانا، إذا كان لأعلى هيبقى بين ده وده تجاذب وبين ده وده تنافر، طب لو كان لأسفل هيبقى بين ده وده تجاذب وبين ده تنافر. ففي كلا الحالتين هنقول هنا لو فرضنا ده الأعلى هيبقى ينجذب كده، اتجاه القوة بينجذب في هذا الاتجاه. طب لو هنا أسفل هيبقى قوة تنافر، يبقى تنافر مع برضه هيكون، يبقى تنافر يعني يبتعد عنه، يبقى اف برضه في نفس الاتجاه، يبقى اف هنا، يبقى نجيب اف اللي ما بين السلكين دول واف اللي ما بين السلكين دول ونعمل بينهم عملية جمع. تعال نشوف القوة هنا، القوة هنا عبارة عن ايه؟ زي ما اتفقنا اف في الحالة دي بتساوي ميو في حاصل ضرب التيارين اللي هو الاي اللي مر في A في التيار اللي مر في C في ال L على 2 باي دي دي 1 اللي هي المسافة دي هنسميها دي 1. طب تعال نشوف القوة التانية بالمثل، اهو اف بتساوي ميو في حاصل ضرب التيارين اللي هو قلنا اي بي في الاي سي في ال L على 2 باي دي، حيث دي هي دي 2 هي المسافة ما بين السكن حالتين. اذا الخلاصة اذا كان التيارات تيارين في نفس الاتجاه هتبقى هنا طرح، ونجيب القوة بين السلكين دول، القوة بين السلكين بينهم كأنها ثلاث مسائل، كان دي مسألة ودي مسألة ونطرحهم بعض، وإذا كانوا التيارين دول متعاكسين فبين الأول والتاني مثلا تجاذب، وبين الأول والتالت تنافر، تنافر عنه يبقى ينجذب نحو A ويتنافر عن B، فيبقوا الاتنين في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه يبقى المحصلة بينهم إيه؟ المحصلة بينهما جمع. شوف مثال. احسب القوة المتبادلة المحصلة على السلك B. طبعا اذا كانوا الطيارين في نفس الاتجاه، لو الطيارين في نفس الاتجاه بهذا الشكل زي ما اتفقنا، قلنا ان السلك ده يحصل تجاذب، ده ينجذب، يبقى F1 هيكون اتجاهها ناحية اليمين. طيب وايضا ده تجاذب، يبقى السلك B هيتجه ناحية مين؟ اليسار، يبقى ده F1 وده F2. نبدأ نعوض عن F1 وF2 ونطلع الناتج، والناتج في الآخر نطرح محصلة طرح. F بتساوي ايه؟ معروف دايما قانون ميو في I A في I B على 2 باي دي 1 اللي هي هنسميه دي 1، وأيضا دي بتساوي ميو في اي سي في اي بي في ال على 2 باي دي. هو قال لك في وحده الاطوال، وحده الاطوال يعني ال معروف بواحد بهذه الحاله، ال بواحد. طيب نبدا نعوض، اف 1 بتساوي ايه؟ اف 1 بتساوي الميو قيمتها ثابته، بتجي لك في المساله اللي عباره عن 4 باي في 10 اس سالب 7، اي 1 بكام؟ اي بي بكام؟ بخمسة، في اي اي في خمسة، واحد الاطوال واحد على 2 باي، الدي هنا بكام؟ ب20 سنتي يعني 2 من 10 متر، في 2 من 10 متر. وبالمثل اف 2 هنا، اف 2 هنا بتساوي الميو قيمتها 4 باي في 10 اس سالب 7، اي سي بكام؟ بخمسة، اي سي بخمسة، اي بي في خمسة، في ال اللي هو 1 متر على 2 باي،
في دي بكام؟ دي في الحالة ديت 4 من 10 متر. نجيب قيمة ال F1، يبقى ال F توتال هتساوي F1 الكبرى ناقص F الصغرى زي ما تطلع. إذا كانوا الطيارين مالهم؟ إذا كانوا الطيارين في نفس الاتجاه. طب لو كانوا متعاكسين؟ طبعا نفس الكلام، نفس كل شيء، بس بدل علامة الناقص هتبقى إيه؟ زائد. وبالآلة الحاسبة هتطلع الناتج. القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار كهربي. القوة F بتساوي بل بي اي ال، يعني القوة بتساوي حاصل ضرب كثافة الفيض في شدة التيار في طول السلك في جيب الزاوية. جيب الزاوية بين مين ومين؟ بين اتجاه السلك والمجال. فطبعا لما تنعدم، امتى تنعدم؟ اذا انعدم احد هذه المكونات. طبعا قالك القوة على سلك يمر، سلك موجود ال يمر فيه تيار، و بس امتى ينعدم؟ لما يكون السلك موازي في هذا الشكل. ليه؟ لان متى ينعدم؟ يمكن اكبر ممكن. ساين 90 بيساوي 1، ساين 0 بيساوي 0. فاذا كان السلك عمودي يبقى القوة اكبر ما يمكن وتبقى بل فقط، اف بتساوي بل. اما اذا كان موازي يتنعدم. يبقى الاجابه الصح سلك طوله 25 سنتي، نحوله المتر يعني ربع متر، يمر به تيار شدته 4 امبير، يبقى الاي ب4، في فيض كثافته، يبقى كثافه الفيض بي، تاثر بقوه 2، لان السلك طبعا نبحث هنا عن الزاويه، كله موجود ما عدا الزاويه. القوه بتساوي، قوة بتساوي بي اي ال ساين سيتا. هنلاحظ ان القوة كام؟ 2 نيوتن، 2 نيوتن. وحاصل ضرب ال ال في الاي في البي هيطلع عندنا ربع الاربعة 1 1، فاربعة 4 بين 4، كل ده 4. لو قسمنا على 4 يطلع نص. ايه الزاوية اللي جيبها نص؟ اللي هي 30. يبقى الإجابة الصح عندما يميل بزاوية كام؟ 30. سلك مستقيم طوله رمز ال، يمر فيه تيار، ده رمز اي، عمودي، يبقى الساين 90 بـ1، في مجال مغناطيسي يتأثر بقوة 3 نيوتن، تكون كثافة الفيض، يبقى البين مجهول. نطبق القانون F بتساوي بي اي ال، والساين 90 بـ1، كله معلوم ما عدا مين؟ بي كثافة الفيض. لو جبنا كثافة الفيض في طرف هتساوي الاف نقسم على المعامل اللي هو الاي والال، وبالتعويض يوم يطلع لنا الناتج 1.5 تسلا. يستخدم لتحديد اتجاه القوة طبعا قاعدة اليد الايه؟ اليسرى لفليمنج. نفكرك اتجاه المجال في سلك مستقيم امبير لليد اليمنى، اما هنا بنستخدم فليمنج اليد اليسرى، اللي بتنص على ان الابهام، ان السبابة في اتجاه المجال والاصابع في اتجاه التيار، فإن القوة تشير إليها الإبهام. سلك مستقيم يمر به تيار في مجال مغناطيسي كما بالشكل،
فإن اتجاه القوة عليه يكون اتجاهها عمودي على الصفحة للداخل، وذلك بتطبيق قاعدة فليمنج لليد اليسرى. فليمنج لليد اليسرى، السبابة في اتجاه المجال، السبابة في اتجاه المجال هو ده. الأصابع في اتجاه التيار، الأصابع في اتجاه التيار. فإن القوة عمودية على كل منهما، يعني عمودية على الصفحة للداخل. في الشكل البياني لسلكين X و Y في فيض مغناطيسي كثافته B وطول السلك L، احنا عارفين ان ال F بتساوي بال BIL. طب هنا العلاقة بين مين ومين؟ اذا الميل ساين سيتا، طبعا ساين سيتا. الميل بيساوي ايه؟ F على ساين سيتا، اللي هي فرق الصادات على فرق السينات. يبقى F اللي هي F قيمة ال F على الساين سيتا هتساوي BIL. والسؤال بيقول ايه بقى؟ فتأثر كل منهما بقوة، تكون النسبة بين اي ون، طبعا لما نيجي نقول نفس الطول نفس الطول نفس الكثافة، يبقى العلاقة بين الميل والاي علاقة طردية. يبقى لو قلنا اي ون على اي تو هتساوي ميل اللي هو تان 45 اللي هو 15 و30، هو ميل السلك اكس على ميل السلك واي اللي هو 30 درجة. هيطلع الناتج بالآلة الحاسبة هيطلع جذر 3. يبقى الاختيار الصح جذر 3. سلك طوله 50 سنتي، يعني 5.5 متر، حول متر، يمر فيه تيار شدته ده الاي في فيض كثافته 2 ده البي. يبقى عندنا البي والاي والال والقوة 1 نيوتن. يبقى اف بتساوي بل. كله معلوم ما عدا مين؟ ساين سيتا. القوة كام؟ 1 نيوتن، والكثافة 2، والتيار 2، والسلك نص متر، اللي هي نص متر. يبقى في الحالة دي لما نيجي نقول هيطلع الناتج فيها 2.1، نقسم على كام؟ طبعا على المعامل هو 2 وهنا 2. الزاوية اللي جيبها نص اللي هي بتكون بتميل بزاوية كام؟ 30 درجة. في أي الأشكال البيانية التالية يوضح العلاقة بين القوة F والمؤثرة على سلك مستقيم يدور؟ طبعا احنا عارفين F بتساوي بال BIL ساين سيتا. العلاقة بين ساين سيتا وF علاقة ايه؟ طردي. كل ما زاد الطرف الأيمن زاد الطرف الأيسر عند ثبوت مين؟ الكثافة والتيار والطول. طبعا دي ليست طردي بالشكل المطلوب، وطبعا ديت لما تدور دورة كاملة، عندما يدور قطبي المغناطيس واجيب الزاوية بين السلك وخطوط الفيض. طبعا الاختيار الصح هيكون هذا الاختيار. ليه؟ لان هنا العلاقة طردي بين الاف و الساين، علاقة طردية في الدورة معينة، وعند الدورة التانية بتحصل تعكس ايه؟ اتجاه. يتوقف اتجاه القوة المغناطيسية، احنا عارفين F بتساوي بال BIL ساين سيتا. لك ما هي العوامل التي يتوقف عليها القوة؟ هنقول الاربع عوامل دول: كثافة الفيض، شدة التيار، طول السلك، جيب الزاوية اللي ما بين الاتجاه السلك والمجال. كله ده طردي.
لكن لما اقول لك يتوقف اتجاه القوه طبعا على العاملين. احنا اتفقنا ان الابهاء الاصاء السبابه في اتجاه السبابه في اتجاه المجال، والاصابع في اتجاه التيار، يبقى القوة ودول متعمدين، فإن القوة تعتمد على اتجاه المجال وعلى اتجاه التيار. يبقى هل تعتمد على قيمة الكثافة؟ طبعا لا. تعتمد على الطول؟ طبعا لا. تعتمد على الزاوية؟ لا، ممكن تعتمد على اتجاه التيار. يبقى ركز في النقطة ديت، يتوقف اتجاه القوة. في فرق بين ما لا يعتمد على اتجاه القوة وقيمة القوة. اتجاه القوة تعتمد على اتجاه المجال لا يكون ليه شرير السبابة، واتجاه التيار لشيل الاصابع، لان الابهام عمود على كل من الاثنين دول. اذا بيعتمد على القيمه دي، لكن العوامل من القانون. يكون اتجاه القوه المغناطيسي المؤثره على سلك، اتجاه القوه المؤثره على سلك طبعا هل عمودي على اتجاه المجال وموازي؟ طبعا لا. عمود على اتجاه المجال وعمودي، لازم يكون الابهام والسبابه والاصابع متعمدين. لازم اتجاه السبابه اللي هو المجال واتجاه التيار اللي هو الاصابع، تيار الاصابع، متعمدين، وتكون قوه عموديه على كل منهما. اذا الاختيار الصح ان يكون اتجاه القوه عمودة على اتجاه المجال وعمودة على اتجاه التيار. هنا في الشكل، طبقا للشكل الذي امامك، فان اتجاه القوه يكون ايه؟ طبعا ده اتجاه المجال اللي هو من الشمالي للجنوبي، وده اتجاه التيار. لازم القوه عموديه على كل من اتجاه المجال والتيار حسب قاعده اليد الايه؟ اليمنى اليسرى، فيكون اتجاه القوه اللي يكون اسفل الصفحه حسب قاعدة فليمنج لليد اليسرى. يقع سلك اكس واي بين قطبي مغناطيس طبعا، فيتأثر بقوة ثم يعمل عدة اجراءات بشكل منفصل. كم هذه الاجراءات تسبب عكس اتجاه التيار اتجاه القوة؟ طبعا اتجاه القوة تسبب عكس اتجاه، تعتمد على اتجاه التيار واتجاه المجال. فنقدر نقول عكس اتجاه التيار ده ممكن صح، عكس اقطاب ده صح. اذا نقدر نقول كم اجراء هنا، لكن عكس اتجاه التيار والمجال طبعا لو عكسنا اتجاه التيار والمجال ما يغيرش، لكن عكس واحد منهم ممكن يغير. اذا كم اجراء عندنا؟ اجراءين. سلك تم تشكيله، طبعا ده خطوط المجال تخترق الورقه للداخل، الاكس دي خطوط المجال تخترق الورقه للداخل. السلك ده عمودي والسلك ده عمودي، لان ده على مستوى الصفحه وده على مستوى الصفحه وده على مستوى الصفحه. هتقول ده مايل، مايل بس في على مستوى الصفحه، بينما ده اخترق الورقه للداخل. فده خطوط المجال عموديه على السلك، وخطوط المجال عموديه على السلك، وخطوط المجال عموديه على السلك. اذا نقدر نقول جميعهم يتاثروا بنفس ايه؟ بنفس القوة، لأنه نفس المجال، نفس التيار، نفس الطول. سلك طوله 1 متر يمر به تيار شدته 20، يبقى هنا ال ب1 متر وهنا التيار ب20 أمبير، متحولين جاهزين. طيب والشكل المقابل يوضح العلاقة بين القوة، احنا عارفين اف بتساوي ايه؟ بل ساين ثيتا. احنا عايزين نخلي طبعا الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، يعني نقول اف على ساين ثيتا. ده معلوم وده معلوم، لان فرق الصادات موجود وفرق السينات موجود. يبقى نقدر نقول فرق السينات 6 من 10 وديت 2 من 10 لو خدنا الجزء ده المثلث ده. طيب تساوي، هو ذكر عندك الطول 1 والامبير، اتبقى لنا هنا بي اي ال. ذكر الطول 1 متر، يبقى هنا 1 متر، والتيار 20 أمبير، والتيار 20 أمبير. يبقى مين اللي موجود عندنا؟ البي،
يبقى نقدر نقول 20 بي هتساوي 3، يعني 3 على 1. هنا 20 طرفين في ايه؟ وسطين. يبقى البي بتساوي، نقسم على 20 ونقسم على 20 اصلا، يبقى اذا بي بتساوي 3 على 20. اضرب هنا في 5 وهنا في 5 عشان نخليها ايه على 100، يبقى تبقى 15 من 100 خمس تسلا، ويبقى الخيار الصح 15 من 100 تسلا. الاختيار الصح هو ده. سلك طوله 6 متر، سلك طوله 6 متر موضوع عمودي عموديا، والشكل يوضح العلاقة بين القوة فيه بتغير شدة التيار، فإن كثافة الفيض تساوي. هنا في الحالة ديت ذكر عمودي، يبقى مش هنقول ساين، لأن ساين 90 بواحد. يبقى نقدر نقول فرق الصادات اف اف على اي من قانون اف بيساوي بل، يبقى اف على اي بقى لنا هنا اف اف على اي بقى بي ال. طيب الطول موجود 6 والكثافة مجهولة، والاف ناخد المقابل 3 من 10 على 5 من 10 او 1.2 من 10 على 2، كلها تطلع نفس الناتج 6 من ايه؟ 6 من 10. 6 من 10 نقسم على 6 نقسم على 6 يطلع الناتج 1 من 10. يبقى الاجابة الصح 1 من 10، حل مباشر وبسيط خالص. سلك يمر به تيار كهربي وضع عمودي، برضو كلمة عمودي، يبقى ساين 90 بواحد على اتجاه مجال مغناطيسي، يوضح العلاقة بين القوة وكثافة الفيض، به تساوي موضوع المطلوب. هنا بقى يقول لك ايه القوة المؤثرة على السلك لكي تكون كثافة الفيض 3 على 6 مباشر، اف بتساوي بل على طول. هتقول الساين راحت فين؟ احنا قلنا عمودي، يبقى ساين 90 بواحد. هنعوض عن القوة، القوة كام؟ طبعا نفس لما نيجي نقول ايه، هو نفس الطول ونفس التيار، يبقى علاقة بين الاف والبي علاقة ايه؟ طردية. يعني علاقة طردية، يعني نقدر نقول لو كانت الاف بكام؟ ب10، الاف ب10، فإن البي بكام؟ إذا كانت الاف ب10 كانت البي ب5، لو اف ب10 ب5، يبقى كثافة الفيض بكام؟ كثافة الفيض ب3، يبقى القوة بكام؟ مجهول. طرفين في ايه؟ وسطين. 30 على 5 فيها كام؟ 6. يبقى الإجابة الصح 6 نيوتن، زي نسبة وتناسب كده. يبين الشكل المقابل سلكا يمر به تيار كهربي، طبعا كله معلوم. ده الاي ب10 امبير والكثافة بيه موجودة، فإن القوة طبعا ذكر كلمة القوة عشان تبقى عمودي، اف بتساوي بل، كله معلوم. البي موجودة والاي موجودة، بس ال مش موجودة. ما هو جاب لك دي 3 متر وده 3 متر وده 4 متر، فيثاغورس عن طريق فيثاغورس، يبقى دي 5 متر، يبقى ال ب5 متر. يبقى اذا الاف بتساوي البي بواحد من 100 والاي 10 وده 5، طبعا هيطلع الناتج 5 من 10، بالآلة الحاسبة يطلع الناتج 5 من 10 نيوتن. مقدار القوة احنا عارفين اف بتساوي ايه، اف بتساوي بل ساين ثيتا. لما نيجي نعرف مقدار القوة، ايه اللي بيقاس بقوة؟ على طول نيوتن، وده بالتسلا، وهنا بالامبير، وهنا بالمتر، وهنا يكون عمودي. فكلمة عمودي موجودة وطوله متر، واذا القوة تعود على مين؟ القوة تعود على مين؟ على نيوتن. يبقى ده تعريف النيوتن. لكن لو قلنا هو كثافة الفيض، يبقى التسلا،
هو قياس الفيض عندما تؤثر قوة مقدار 1 نيوتن. إذن إزاي نطلع التعريف أو المصطلح؟ هو مقدار القوة، إيه اللي بيقاس بيه القوة؟ نيوتن. يبقى الإجابة الصح نيوتن. لكن افرض جاب نفس السؤال وقال لك إيه؟ هو كثافة الفيض، فتقول هي التسلا، وكمل نفس التعريف بهذا الشكل. إذا وضعنا سلكا مستقيما طوله ال يمر به تيار شديدته اي بين قطبين مغناطيس، فنبقى كثافة فيضه بيه بحيث يكون المجال المغناطيسي أفقي ومتعامد على السلك، يعني ساين 90 بكام؟ ساين 90 بواحد، زاوية 90. فعند عكس اتجاه التيار، لو عكسنا اتجاه التيار فإن قيمة، شوف اللغز السؤال، فإن قيمة غلط طبعا لا تتغير، لأن القوة قيمة القوة تعتمد على كثافة الفيض وشدة التيار وطول السلك والزاوية. ما ذكرش هنا عكس الاتجاه، يبقى القيمة لا تعتمد على الاتجاه. التاني، عند عكس اتجاه المجال فإن قيمة القوة برضه لا تتغير. يبقى لو عكسنا اتجاه المجال برضه، لو عكسنا التيار لا تتغير. طيب، فعند دوران الملف أقصى مع عقارب الساعة ربع دورة 90 درجة، كان الأول عمودي، عمودي أكبر ما يمكن، لما يمر 90 ربع درجة يبقى موازي، يبقى ينعدم. تاني، كان الأول إيه؟ عمودي، كان أكبر ما يمكن، لكن إذا دورناه ربع دورة عن 90 درجة العمودي بعد 90 درجة يبقى موازي، إذا تنعدم لأنه موازي. التالت، فعند دوران السلك مع عقارب الساعة نص دورة عن 180، لما كان كده 90 عمودي، لما ندوره 180 هيرجع تاني عمودي اهو، عمودي. يبقى في الحالة ديت قيمته برضه لا تتغير، لأنه رجع للعمود الأصلي اللي هو كان فيه. الرسم المقابل يوضح العلاقة بين القوة المغناطيسية وكثافة الفيض على سلك يمر به تيار كهربي عمودي في مجال منتظم، فإن ميل لا يتغير. الميل هنا، الميل احنا قلنا ايه؟ اف فرق الصادات على فرق السينات، اللي هي عبارة عن الاف على البي. هتبقى لنا من بل اف بيساوي بل، هتبقى لنا ده هتروح اي و ال. هنا السؤال بيقول ايه؟ عند زيادة طول السلك للضعف، يبقى دي تزيد صح تمشي. عند تقليل طول السلك للنصف تمشي، لان تقليل طول السلك للنصف يقوم يعمل ايه؟ يقوم يقلل المقاومة للنصف، يبقى يزيد التيار لايه؟ للضعف. فممكن نقدر نقول ألف وباء معا.